يعطيكم العافية. لاب كيسز 2 رح نشرح عن الأكيوت لوكيميا. هسا بشكل عام رح نحكي شو هو اللوكيميا بالضبط، ومن وين بيجي، وكيف بصير، شو اسمه يعني الدايجنوسز اللي بصير فيه بالضبط، وشو التست اللي أنا بعملهم. بعدين رح نروح نقرأ الكيس مشان نقدر يعني نفهمها بالضبط، رح نمشي فيهم واحدة واحدة. هسا بالنسبة لحل الشريط ما رح نطول فيه، لأنه أصلا الدكتورة هي شو عاملة، يعني هي حطت لنا السايكل والدراجز والميديكيشن، وحتى كمان هي يعني ضاربة الدوز بالسيرفيس أريا، فإحنا بس على نقرأها مشان نفهم. وإنه في كمان ميديكيشن، يعني في دوايين إحنا رح نعملهم ديسكنتينيو وإحنا مش بحاجتها، وفي إشي رح نضيفه تمام. ورح نعمل كمان بلاد ترانسفيوجن، رح نعطيه للمريض بليتلت صفائح دموية، إنه حسب التست رح نشوف إنه هو عنده نزول فيها، وشوية نصائح بالميديكيشن وهي الأشياء تمام. يعني ما نقرأ كل إشي مشان نقدر نفهم بالضبط شو هي الكيس اللي جاي فيها المريض. حلو، فبالبداية بسم الله. أول إشي بالنسبة للوكيميا، لما نحكي سرطان الدم احنا في عنا اكثر من نوع، في عنا اكيوت وفي عنا كرونيك، والاكيوت فيه قسمين تمام. بشكل عام احنا خلايا الدم من وين بتطلع اصلا، ام وين بتنتج؟ بتنتج من البون مرة، صح ولا لا؟ من عند نخاع العظم بالضبط. جوات نخاع العظم انا في عندي اشي اسمه شو، ستيم سيل، اللي هو الخلايا الجذعية اللي بينتج منها كل اشي بعدين. حسب الستيم سيل انا عندي كمان نوعين، في عنا المايلود ستيم سيل وفي عنا الليمفويد ستيم سيل تمام. من اسمها لما نحكي الليمفويد ستيم سيل اللي هو الليمف نود، يلي بعديها رح يصير لها ديفرنشيشن لشو، رح تتحول لبي سيل، رح تتحول لتي سيل، رح تتحول لناتشورال كيلر سيل. النوع الثاني اللي انا عندي اياه اللي هو المايلويد، بالمايلويد انا رح يتم عندي انتاج الار بي سيز، والشيء الثاني اللي هو الدبليو بي سيز تمام. خلايا الدم مين؟ خلايا الدم البيضاء، او استنى شوي، صح خلايا الدم البيضاء. اذا ار بي سيز والدبليو بي سيز، وفينا كمان البليتلت، حلو، صفائح دمويه. هسا الدبليو بي سيز قبل ما تتحول اول شيء راح يعني هي حتكون مايلويد ستيم سيل، بعدها راح تصير المايلوبلاست تمام. بلاست اللي هي معناها بالانتومي ايش، لسه مش صاير له ماتوريشن، مش صاير له نمو كامل. هاي المايلوبلاست بعدها راح تصير شو، بعدها راح تصير خلايا دم بيضاء اللي هو دبليو بي سيز. والدبليو بي سيز لها انواع كثيره، في عندنا الاريتروسايت، الجرانولوسايت، المونوسايت تمام الى اخره. هذا الشيء الطبيعي اللي بيصير. هسا بمرض اللوكيميا سرطان الدم، اللي المشكله وين بتصير؟ المشكله بتصير في عمليه الماتوريشن تمام، اللي هي عمليه مين، نحكي النمو، او كمان ممكن نحكي الديفرنشيشن تمام، يستبعهم بحيث ان الخلايا ما بصير لها ماتوريشن، صح، ما بصير لها ماتوريشن، ما بصير لها ديفرنشيشن. فبالتالي حسب الاوريجن تبعها بروح بصير في عندنا كانسر. اذا مثلا صار في عندك انه المايلويد سيل بطلت تعمل ماتوريشن، راح يصير في كانسر اسمه المايلويد، يعني كانسر بالمايلويد تمام. اما اذا صارت المشكله الماتوريشن في الليمفوسايتك ستيم سيل، راح يصير في عندنا الليمفويد لوكيميا تمام. اذا احنا في عندنا تو تايب اوف لوكيميا، في عندك المايلوجيك لوكيميا، وفي عندنا الليمفوسايتك لوكيميا. حلو، وبحكي لك نفس الشيء، الليمفوسايتك لوكيميا ممكن يكون كرونيك لوكيميا، ممكن يكون اكيوت لوكيميا، والمايلوجيك لوكيميا نفس الشيء ممكن يكون كرونيك او اكيوت. فبالتالي انت هتصفى عندك اربع انواع من اللوكيميا، فور تايب اوف لوكيميا، عندك الاكيوت مايلوجيك لوكيميا، اكيوت ليمفوسايتك لوكيميا، كرونيك ليمفوسايتك لوكيميا، كرونيك مايلوسايتك مايلوجيك لوكيميا تمام. عرفنا ما بتصير المشكله بالضبط، عرفنا. هسا بحكي لك انه اكثر تايب بصير بالعاده اللي هو الاكيوت ليمفوسايتك لوكيميا، واللي المريض جاي لعنا اليوم فيه اختصاره بيكون ALL، acute lymphocytic leukemia. طبعا بحكي لك انه ميزته او مش ميزته، انه هذا النوع من الكانسر بصير باليونجر بيبول، باليونج ايج تمام، بالعاده يعني، وجست ذات. طيب هسه بس كفرق صغير عشان نكون عارفين ما زبط ما بين الكرونيك والاكيوت، انا عندي بالكرونيك بيكون في عندي فيش عندنا نمو تمام، از نو ديفرنشيشن نو ماتوريشن، وبنفس الوقت بس انا في عندي ديفرنشيشن منيح تمام. اذا فيش ماتوريشن، فيش نمو، لكن في ديفرنشيشن، هذا شو بنسميه تمام، يعني في تمايز شويه، هذا بنسميه شو، بنسميه كرونيك لوكيميا. بينما بالاكيوت لوكيميا بكون في عندك الماتوريشن ضارب، وفي عندك كمان الديفرنشيشن ضارب تمام. فلو ديفرنشيشن لو ماتوريشن صف عنا اكيوت لوكيميا تمام. اذا مريضنا اليوم عنده لو ديفرنشيشن لو ماتوريشن، هو اوف كورس جاي من الليمفوسايتك ستيم سيل، يعني هي اللي لا عم قابل تعمل ماتوريشن ولا صاير فيها ديفرنشيشن، فمريضنا الليمفوسايتك اكيوت لوكيميا.
بالنسبة للدايجنوسيس بالعادة احنا بنعمل يعني مبينة بالبون مرة، فبدي اروح اجيب بايوبسا من البون مرة وافحصه واشوفه. وفي عندك كمان بحكي لك انه انا بشوف نسبة مين، نسبة ال شو اسمه ايش بنسميه البيس الليمفوسايت البلاست، سوري البلاست، بنشوف نسبة البلاست تمام، اللي هو الخلايا الدم اللي مش صاير لها ماتوريشن. بحكي لك انه اذا لقيتها اكثر من 19% هون بتشخص المريض ديفينتلي از اكيوت از يعني لوكيميا كانسرز تمام. اذا متى بتشخص دايجنوسيس؟ لما يفحصوا له يطلع في عنده اكثر من 19% نسبة البلاست سيل. حلو حلو. فانا ببلش اعالجه يعني للمريض عشان شو؟ علشان اقلل هاي البلاست سيل. حلو. بحيث انه لازم لما احنا هسه راح احكيها لما اعطي انا كيموثيرابي بدي انزلها تحت 5% تصير تمام. شو لازم تنزلها؟ تنزلها تحت 5%. مين هاي 5%؟ البلاست. شوفي عنا اشياء كمان لازم تكون عارفينها. توستات هي مثلا، ها في عنا الفرق بين النورمال بلود واللوكيميا. باللوكيميا بكون في عندي شو، بيكون احنا في عنا خلل مشكله بالماتوريشنز، يعني بكون انت في عندك خلايا تمام لكن هاي الخلايا مش صاير لها ماتوريشنز، مش صاير لها ماتوريشن. في عنا اشي تاني تمام، هاي الفحص يعني البلود لما احنا نعمله سنترفيجيشنز راح يطلع في عنا من تحت الار بي سيز اللي هو ريد بلود سيل، وفي عندك فوق البلازما، وهاي الطبقه اللي بتكون زي البافي فيها الوايت بلود سيل والبليتلت تمام تمام. طيب السمتوم ممكن يجي فيها البيشنت زي مثلا بيكون في معاه فتيك، بيكون تعبان، بيكون ديزينسس، بيكون مرات نوزيا، احيانا بيكون في سكن راش، لكن المريض هون بالكيس مش حاكي انه معاه سكن راش. واذر ثينجز يعني واحد معاه فيفر ممكن تصير حمى، عشان هيك مرات احيانا احنا بنعطي ميديكيشنز لهذا الاشي، بنعطي ميديكيشن للفيفر، مرات بنعطي ميديكيشن كمان للانتي فانجل، بنعطي انتي بروتوزوال، بنعطي انتي فايرال كمان تمام. راح نشوف حسب الميديكيشن وراح نعطينا هاي الاشياء، راح نعطي انتي ايميتيك لانه اصلا كمان الميديكيشنز نفسها هي بتعمل لك ايميشن تمام. اوكي طيب، هذا اخر اشي راح احكي عنه بدل راح نفوت دغري بالعلاج. بحكينا انه احنا هون المريض اضافه الى الكيموثيرابي اللي انا بعطيه، بعطي تارجت ثيرابي. تارجت ثيرابي اعتمادا على المريض نفسه تمام، يعني هل في عنده جينات معينة؟ إذا موجودة بعطي هذا المديكيشن، إذا مش موجودة فش داعي أضيفه تمام، هو آدينج بس على الكيموثيرابي. عنا شغلتين بدي أشوفهم. الفحص الأول بدي أفحصه إياه اللي هو الفيلادلفيا كروموسوم. فيلادلفيا كروموسوم إذا متذكرين أخذناها بالباثولوجي، حكينا إنه واحد اسمه بكر تمام، بكر أبل ساكن بالعمارة 9 بيت 22. اللي بصير كالتالي، إنه انا في عندي كروموسوم رقم 9 وعندي كروموسوم رقم 22، اشياء او من الكروموسوم 9 تمام بنتقلوا لعند وين؟ بنتقلوا لعند كروموسوم رقم 22 تمام. اذا بينتقل اشي من كروموسوم 9 لكروموسوم 9 الى 22 اكيد راح يصير في عندي انا جينيتيك ميوتيشنز. هذا صار في عندي شو؟ صار في عندي خربطه بالجينات. هاي الخربطه تمام اللي انتقاله من 9 ل 22 اسمها فيلادلفيا كروموسوم، هاي ريسك فاكتور لحتى يصير في عنا ديفلوبينج للوكيميا كانسر تمام. ليش؟ لانه هاي يعني هذا الانتقال راح يحفز لي اكتيفيشنز لسلسله من البروتينات تمام، اكتيفيشن للبروتينز، فبالتالي هذا الاشي راح يعمل ريسك فاكتورز فور ديفلوب اللوكيميا تمام. فلو بنسأل هل البيشنت هو فيلادلفيا كروموسوم بوزيتيف اور نيجاتيف، لانه اذا كان فيلادلفيا كروموسوم بوزيتيف احنا راح نعطيه ميديكيشنز اسم الميديكيشن لاباتينب او هيك، هسه راح اشوفه، هسه راح نمر عليه. وبكل الاحوال اصلا ما راح اعطيه ميديكيشن لانه انا مريضي هو اسمه لاماتينب تمام، لاماتينب ما راح اعطيه للمريض لانه اصلا هو حاكي لي بالدايجنوسيس او بالكيس يعني ان هو نيجاتيف فيلادلفيا كروموسوم. ليش الثاني انا بدي اطلع عليه اللي هو اعمل فحص للسي دي على السيرفيس اريا تمام، زي ما حكينا اي سيرفيس اريا او يعني وين اي سطح بالضبط على سطح التيومر سيلز. اذا لقيت انه على سطح التيومر سيلز في عندي اكسبريشن للسي دي فبروح بعطي انا ميديكيشن تارجت عليه، التارجت اسمه ريتوكسيماب تمام. وهو حكينا انه فعلا المريض اللي هون في له اكسبريشن للسي دي، فراح نضيف احنا الدواء ريتوكسيماب على الكيموثيرابي اللي رحنا نبلش فيه ان شاء الله.
اوكي، حكينا كل اشي. طبعا هذا النوع من انواع الكانسرز ممكن يصير بسبب الجينيتكس او بسبب الانفيرومنتال فاكتورز، يعني اذا صاب الميل بيكون اكثر، تمام؟ يعني ريسك فاكتورز انه يكون ميل، ريسك فاكتور كمان يكون زي ما حكينا في هذا في كروموسوم، ريسك فاكتورز انه يصيب الليمفوسايت سبيشال التي سايت، تمام؟ يعني نيجي نحكي ما بين البي ليمفوسايت ما بين تي ليمفوسايت، التي ليمفوسايت اصعب. ليش اصعب؟ لانه التي لها قدره تعمل انفيلتريشن داخل السيلز داخل الخلايا، فبالتالي حتكون مشكلتنا عويصه اكثر، تمام؟ بس احنا مريضنا هون رح نشوف انه هو عباره عن مشكلته بالبي ليمفوسايت، فاهون شوي. لازم نكون عارفين، وانا اثناء العلاج بدي افحص له البليتلت والهيموغلوبين كاونت سي بي سي، يعني بدي افحص له كل اشي، بحيث انه اذا البليتلت قلت عن 10 في 10 أس 3 لازم دغري تعمل له ترانسفيوجن للبليتلت، دغري بدك تروح وتعطيه صفائح دموية. متى؟ في حال قلت عن 10 في 10 أس 3. الهيموغلوبين نفس الاشي رح تلاقي عنده واطي، تمام؟ يعني انيميا، حيكون عنده فقر دم، فبالتالي لازم انا اعطيه ترانسفيوجن، تمام؟ اذا لقيت الهيموغلوبين نزل عن 9، تمام؟ لا سوري، نزل عن 8. المهم يعني اذا فحصت وشفت انه الهيموغلوبين اقل من 8 لازم تعطيه، لازم دايما تخليه اعلى من 8. وبس لهون نحكي، وبدنا نحافظ كمان انه يكون مستوى الكالسيوم اكثر من 4، البوتاسيوم اسفه اكثر من 4. احنا عارفين اصلا انه البوتاسيوم المفروض انه يكون من 3.6 ل 5.5، بس انه بالبيشنت اللي معهم لوكيميا احسن اشي انه يكون اقل من 4 يعني. واصلا كمان ادويه الكيموثيرابي بترفع البوتاسيوم، فلازم اكون حذره. المغنيسيوم نفس الشيء ممنوع يكون اكثر من 2. وبس تمام، هاي حكينا كل اشي بشكل عام. وفي اخر شغله بس، انه لازم اضل اعمل ايش اسمه سيتي سكان وهيك مشان اتاكد انه ما صار في عندي اي مشاكل على الاعضاء الثانيه. وبس خلينا نبلش بكيستنا هسه. طبعا الكيس بتحكي لك انه هذا مان عمره 58 سنة، جاي معاه شو؟ معاه هيستوري اوف دايابيتس، هو مريض سكري ومريض دسليبيديميا ومريض ضغط كمان. طيب اجى لعندك، هو في عنده شو؟ في عنده ايبيسويد من ايديافوريسس، بتعرق كثير، بدوخ كثير، تمام؟ ويحكي لك انه هو كمان فتيكي بيتعب، وبصير معاه ديسبنيا اللي هو ضيق في التنفس، اكثر اشي بتصير لما يكون اكسرسايز. طيب فور 1 مانث، يعني هذا الاشي صاير معاه من شهر، تعب وضيق نفس ودوخة ودايفوريسس وحال دوحال. بحكي لك انه هو اخر 9 شهور خسر 50 IP pound، وحاليا هو تقريبا قاعد بخسر 2 كل أسبوع، تمام؟ بحكي لك انه هو عمل خلصنا، بس هي هي الاشياء بتاعت المريض، انه هو شو؟ هو عبارة عن مريض مع سكري وضغط ودهنيات، آخر فترة أمين شهر تقريبا عم بصير معه دوخة وتعرق وتعب وضيق نفس وحالته حالة. بحكي لك إنه هو خسر كثير وزن خلال 9 شهور اللي راحت، وحاليا هو قاعد بخسر 2 كل أسبوع، فهذا إشي يعني مرتب، فإنديكيشن كثير قوية على الكانسر. هسا بقول لك شو، بقول لك انه هو كان عامل سايتومتري، فلو سايتومتري هذا عبارة عن فحص، من خلال هذا الفحص بيشوفوا هل الواحد عنده يعني بصير دايجنوسز للوكيميا كانسر، تمام؟ الفلو سايتومتري هذا بيعطيك كل خلايا الدم بالضبط كل واحد فيهم قديش موجود. طيب المهم هذا الفلو سايتومتري عمله قبل 6 ايام اوتسايد هوسبيتال. هسا اوتسايد هوسبيتال مش يعني انه برا المستشفى عمل فحص، لا، انه هو عمله بالشو اسمه بالمستشفيات اللي موجوده في الضواحي والمجتمعات الريفيه الصغيره، تمام؟ مرات يعني هاي المستشفيات تكون صغيره، ما بتنفع انه ما بيكون فيها هالاكيوريت تكنولوجي او هالاكيوريت اكسبيرينس، تمام؟ المهم بغض النظر هو عمله بهذيك المراكز الصحيه. شو طلعت النتيجه؟ طلعت النتيجه انه هو معاه بلاستيك بي سيل كونسيست وذ بري بي سيل ليمفوبلاستيك لوكيميا. اذا هون تقريبا تم تشخيص البيشنت الى حد ما، ان هو عنده مشاكل وين؟ عنده مشاكل بالبي سيل، عنده بلاستيك بي سيلز، يعني شو؟ ما عم بصير في عنده ماتوريشن بخلايا الليمفوسايت، مين بالضبط؟ البي سيل، تمام؟
بحكي لك إنه the patient was found to have normocytic anemia. طبعا هاي فكرة كمان مهم نحكي عنها، إن the patient حاليا هو 9.9 هيموغلوبين. يعني لو أجيب لك أنا تحاليل patient، انسى شغلة ال B cell والليمفوسايت والثرومبين، أقول لك إنه واحد معه 9.9 هيموغلوبين، شو بتروح تحكي مع هذا؟ معه فقر دم. دائما احنا لما كنا ندرس بشكل عام شو كنا نقول؟ كنا نقول ماذا الهيموجلوبين نازل، انا بدي اروح افكر بشو يكون في عندنا مشكله بالار بي سيز، يا بده يكون نقص فوليك اسيد، يا بده يكون نقص مين البي 12، صح؟ مش كنا دائما نحكي، كنا نقول انه اللي معهم مشاكل بالبيسل راح تكون حجم خلايا الدم البيضاء، حجم خلايا الدم الحمراء الار بي سيز كبيره، ولما يكون في مشكله بالحديد راح يكون حجمها صغير، هيك او العكس مش متاكده صراحه. المهم يعني حتكون هيك او العكس، انه مرات حتكون كبيره ومرات حتكون صغيره، حسب مين؟ حسب هل نقص عندي بالبي 12 ولا نقص عندي بالحديد، اوكي، بالايرون ديفيشنسي. المهم هون بيقول لك انه خلايا الدم البيضاء يا حبيبي لا تحكي كثير ولا تقلل، نورموسايت يعني حجمها طبيعي، تمام، فيش عندك لا نقص بالبي 12 ولا نقص بالفوليك اسيد، فا از نوت ماتر الار بي سيز نفسهم، حط الار بي سيز على جنب، تمام تمام. معناته انا برجع للفيرست دايجنوفيز انه هو شو ماله مع بيس الليمفوسايتك لوكيميا، القصه مش قصه بي 12 ولا قصه حديد. نكمل، بحكي لنا هي اولسو هاد سي تي اوف ذا تشيست ابدومين بيلفس كومبليت، ماشي نفس الشيء كمان بحكي لك بالمراكز الصحيه راح عمل شو اسمه سي تي سكان للتشيست والابدومين والبيلفس للحوض. طبعا هاي الاشياء كلها اللي قاعدين نحكي عنهم ليش عملوا لهم اياها بالمركز الصحي، ليش عملوا له اياها بالمركز الصحي؟ بسبب خساره الوزن، يعني هم كانوا خايفين او مش عارفين ليش عم يخسر الوزن هالقد، فراحوا عملوا له سايتومتري، يعني عملوا له كل هاي الفحوصات عشان يقدروا يشوفوا شو ماله. طيب سفينا كمان بحكي لك انه هذا البيشنت هو بسبب مرض السكري او لا قبل مرض السكري، بحكي لك انه هو عم بيحس بابدومين بين وبسنسيشن ستومك از جورنينج، تمام، جورنينج كيف بنحكي معناها زي اللي عم بيتاكل، فهو عم بيحس بوجع كثير كبير بمعدته، ومشان هيك هم راحوا عملوا له سيتي سكان. بحكي لك انه هو كان يشكي من دياريا، او مش كان يشكي من دياريا، هو دينايز دياريا، لكن هو صاير معه جست وان ابسيت، تمام، يعني صارت معه مره واحده دراي اوكي. حسب بقول لك كمان انه البيشنت بريفيسلي هو بياخذ الجانوميد، هو عباره عن ميديكيشنز، هذا الاسم التجاري اتوقع لادويه الدي ام ديبت سميريتس، بيكونوا نوعين من الادويه يعني احنا بنعرفهم الاسماء العلميه حاطينه في هذا الاسم. طيب هو شماله كمان سي اكس ار ان ريماركبل، هو البيشنت كمان واز بريفيسلي تيكينج اوكي. طيب هسه هو تايب 2 دايبيتس ميليتس، وزمان كان عنده نسبة السكر 100 لـ 130، طبعا 100 لـ 130 عالي، فعشان هيك هو مريض دايبيتس عم ياخذ ميديكيشن أدوية، لكن حاليا قاعد بقول لك إنه هذا المريض وقف الأدوية بسبب يعني الكانسر اللي صار معاه، بطل يتحمل ووقفهم، ومن جهة ثانية كمان طلع يعني هو عم يخسر قاعد وزن كثير كبير، صح؟ خسارة الوزن ممكن تحسن شوي، نحكي الديابيتس نفسه، أو مش بتحسن شيء إشي، بس أنا قصدي يعني مثلا الوزن الكبير بينما الوزن الصغير، تمام، يعني زي كأنه هو عمل لايف ستايل موديفيكيشن غصبا عنه ونزل وزنه، فهذا الإشي بالنسبة للسكر يعني لما قطع دواء السكري قدر يعمل كومبنسيشن، تمام، فحاليا هو رغم أنه موقف دواء السكري بتتسكي حلو، بس انا يمشي على دايت كويس ولطيف بمشي الوضع، يعني المختصر اللي مفيد لا ترجع دواء السكري للمريض، تمام، هو وقفه خليه موقفه وكويس، بس انه يمشي على دايت يعني دايت منيح، يكثر فايبر يقلل دهنيات ويعطي العافيه، ما ترجع على دواء السكري. طيب البيشنت هيستوري معاه سكري تايب 2 مع هايبرتنشن ديسليفيديميا. هسا حكينا الجينيتك كثير بتتدخل بالامور، زي ما انتم شايفين هون ابوه مات، ابوه كان معه ام اي ومات باللوكيميا اصلا على عمر 78 سنه، امه نفس الاشي مع كانسر مش معروف شو سببه، مع ليمفوما تشخصت، مع الليمفوما بيختلف عن الاكيوت لوكيميا كثير، المهم معاها ليمفوما، واحد من اخوانه ميت اصلا بالليمفوما بالهيوج كي ليمفوما كمان، فالعيله ما شاء الله عليها. ما فيش اشي عندنا هون، بس لك استمرار، فهو ممكن واحد يفاد افكت ممكن يكون عنده لاسر، هذا ما عنده.
مثل غيرها بالذات اللاب ريفر ما راح نشوفهم هون، لانه الدكتور اصلا بذكرهم بملف ثاني راح نشوفهم هنا. هون شو بقول لك؟ بقول لك هون انه البريفيرال بلاد فلو سايتومتري، مش هو حكينا السايتومتري هو عبارة عن الفحص اللي بيعملوه عشان يعملوا دايجنوسز للكانسر. بيحكي لك شافوا لارج بوبيوليشن اوف ابنورمال بلاست. اول اشي انا في عندي ابنورمال بلاست، هون عندي مصيبة. شو عندي؟ عندي ابنورمال بلاست، تمام؟ وشمالها لارج، هاي كبيرة، بس ركزوا معي، اتس كبيرة بحجمها لكن كديفرنشيشن بالمرة، تمام؟ تمام؟ بحكي لك هاي البلاست كان 49%. طبعا اتس اوكي، اكيد هذا مريض كانسر لوكيميا. ليش؟ ما احنا قلنا مجرد ما كان فوق ال 19 هو يعتبر كانسر. الاشي المهم عندي انه هو اكسبريس السي دي 45، زي ما قلنا ما دام هو اكسبريس السي دي 45 معناته انا بقدر اعطي تارجت للسي دي، تمام؟ فانه هذا مين اعطى له توكسيما بهذا المريض؟ طيب اكسبريس السي دي 19 22 34 38 الى اخره. في عنا كمان تي دي تي تي دي تي، مش عارف ايه صراحة. لما تشوف لمفوسات تابيوليشن كونسيست اوف انكس اوف ان ريماركبل تي ان تي سيرف، هذا الشيء الاخير في العقل. طيب اسسمنت، حتى هم المريض انت عندك اياه، تمام؟ بس كمان مجموعة فحوصات عشان شو؟ عشان نمشي حاله. بقول لك شو ماله، بقول لك المريض راح الاسسمنت اول وحده البري بي سيل ليمفوبلاستيك لوكيميا، تمام؟ بدنا نحدد احنا هسه شو بالضبط اللي صاير معه. اول نقطه مهم كثير نعرفها انه هو فيلادلفيا كروموسوم نيجاتيف. من هاي من هاي المعلومه ما دام انه نيجاتيف معناته فيش داعي تعطي ادويه الفيلادلفيا، معناته هذا المريض ما عنده مشكله بالكروموسوم 9 22، ما عنده باكر قبل، ما تعطي اللاباتينب. اوكي، اوبتين ال دي ال يوريك اسيد، كثير مهم انت تاخذ عنده اليوريك اسيد لانه مري، لانه اصلا الكيموثيرابي انا بدي اعطيه تمام، راح يزيد اليوريك اسيد، بالتالي ممكن يعمل عنده جاوت نقرس، تمام؟ فلازم تكون واعي للإشي. واصلا بالعاده انا بعطي المريض هذا الالوبرينول، تمام؟ اللي هو دواء عشان اليوريك اسيد ما يزيد، ما يصير عندنا اليفيتد فيه. بون مره بيبسي اكيد بدي اخذ خزعه واشوف. MUGA scan، MUGA scan شو هو؟ هو عبارة عن فحص، حلو. هذا الفحص نسميه بالعربي اللي هو اللهم صل على سيدنا محمد، نسيت. شوفوا هو عبارة عن فحص بيفحصوا فيه الهارت، القلب، تمام؟ عشان يشوفوا هل هو بيشتغل منيح أو بيشتغلش منيح. حتى كنت طلع له كمان صورة. طيب هيا هاي الصورة، هذا الفحص اللي عملوه، تمام؟ عم بشوف شغل الفنتركل. بنكمل، عملنا له سنترال كاثيتر بليسمنت، وعملنا له صراحة فرجيكم شو يعني سنتر كاثيتر بليسمنت، او خلاص يعني احنا عارفينها اصلا، احنا بندخل الكاثيتر داخل الهارت وبنشوف. عملنا له سيتي سكان، عملنا له كمان اكيوت لوكيميا بانل. اكيوت لوكيميا بانل نفس الاشي، هو عبارة عن فحص انا بشوف من خلاله كل نسب خلايا الدم الموجودة عندي، تمام؟ يعني كل واحدة منها بليتلت، مش بليتلت، صفائح، خلايا الار بي سي، كل اشي ببينه عندك. معاه تايب 2 دايابيتس مليتس، زي ما حكينا المريض هون عامل ديسكونتينيو للميديكيشن تبعونه وبس، تمام؟ حتى كمان البيشنت ريزلت اللي كان موجود على ارس انهبيتر، تمام، بس تيكن اوف، بس وقفهم. فعشان هيك انت لازم تضلك تعمل شو، تضلك تراقب السي كي ار اللي هو الكرياتين، تمام؟ اذا ارتفع بدك تخاف انه صار عنده مشكله بالكدني، فعشان هيك لازم انت تضلك تراقبه، تمام؟ هسه شوفوا بالتحليل فوق، زي ما انتم شايفين الجلوكوز 93 ملي جرام لكل دي ال، احنا حكينا هو كان فوق ال 100، كان دائما يكون عنده من 100 ل 130، تمام؟ فلما تحكي انه مريض وقف الميديكيشنز وحاليا هو 93، فاتس نوعا ما متقبل، تمام؟ فخلاص اتركه ما تزيده، لكن شو، خليه يحافظ على اكله زي العالم والناس، خليه ياكل اكل يكون دايابيتك دايت. لما نحكي دايابيتس دايت اللي هي بتكون يعني الغذاء اللي بيكون فيهوش فات كثير، فيه فايبر كثير. طيب
والكرياتين زي ما انتم شايفين هي 1.2، هسه طبيعي يكون من 0.6 او 0.7 ل 1.3 تمام، فهو عندي اياها 1.2، فهي اوكي هي مش عاليه او مش فوق الرينج لكن قربت تصير، فلازم نكون حذرين ونضل نعمل فحوصات اول باول ونراقب حالته. عنده نوزيا، طبعا النوزيا احنا بنعطي لها اوندازارتان اللي هو سيروتونين هاي انتاغونست، بنعطى بي ار ان. الهايبرتنشن نفس الاشي، هو حاليا موقف الميديكيشن تبعونه تمام، طبعا هاي بطلنا ناخذ ميديكيشن تبعت اللوكيميا، بطلنا ناخذ ميديكيشن تبعت شو اسمه تبعت الديابيتس والهايبرتنشن بسبب نقصان الوزن تمام، فس نو نيدد رايت ناو. الثيرم اصلا لو بتروحوا لفوق ضغطه هو كانه 126 على اشي 50، سو اتس اوكي. ثرومبوسايتوبينيا بحكي لك اذا هو قلت عنده البليتلت تمام عن 10 في 10 × 3 لازم تعملوا ترانسفيوجن، لازم تعطيه، فلازم تضلك مراقبه. الانيميا اذا بتقل عن لازم تضلها فوق 8، فمجرد ما نقصت عن 8 بتروحوا بتعملوا ترانسفيوجن تمام. نفس الشيء ما حكينا انه لازم ان اعمل له دايت، تكون ديابيتيك دايت. لازم احافظ على الكيا اقل من 4 وعلى المغنيسيوم اقل من 2. في تي اي بروفيلاكسس، شو يعني في تي اي بروفيلاكسس؟ في تي اي اللي هي عباره عن ال فينوس ثرومبو امبوليزم تمام، فينوس ثرومبو امبوليزم، فبصير معناها شو بصير معناها فينوس ثرومبو امبوليزم بروفيلاكسس، يعني انت بتعطي قاعد ميديكيشنز زي مثلا او بديش مثلا بتعطي انت قاعد ميديكيشن علشان شو؟ عشان ما يصير عند المريض ثرومبو امبوليزم تمام، عشان ما يصير ايش عند المريض ثرومبوس يعني. طيب عشان اقدر اقلل المخاطر البوست ثرومبوتيك كومبليكيشنز وبس. طيب كلينيكال كورس الميديكيشن، طيب بدنا نكون عارفين بالضبط المريض شو معاه، بي تي سيلز، شو اسمه الجينيتيك ميوتيشن الموجودة عنده، كل هاي الشغلات. فهيك هو بلش على ميديكيشن البانتوبرازول تمام، بلش اندازارتان. طبعا اندازارتان حكينا شو هي، بانتوبرازول نفس الاشي احنا عارفين شو هي. سلاين ترى لازم انا اعطيه شو اسمه سلاين باي كنترول، عشان شو؟ عشان احفظ له على الهايدريشن ما يصير في معاه جفاف. ألوبرينول زي ما حكينا، شو هو ألوبرينول؟ تبع النقرس وبس. طيب نيجي نحكي عن الميديكيشن هسا، شوفوا بشكل عام حسب الجايد لاين اتوقع احنا في عنا شو الميديكيشن الاساسية، انا اعطي ميثوتريكزيت تمام، وفي عنا سيتالوبرام، وفي عنا كمان سايكلوفوسفاميد، فينكريستين، دكسروبوسين، ديكساميثازون. خلينا اختصرها عليكم، احنا بنعطي اشي اسمه هايبر سي في اي دي. شو بنعطي؟ بنعطي هايبر سي في اي دي، هايبر سي في اي دي. سي مع لا ترمز للسايكلوفوسفاميد، في فينكريستين، اي اللي هو الادينومايسين نفسه هو الدكسروبوسين، اخر اشي دي اللي هو الديكساميثازون. اوكي طبعا سميناها هايبر لان انا بعطي قاعد هاي سمول فريكوانسي دوز. اوكي مع هذا الميديكيشن يعني مع هاي الادويه اللي بتعم تعطيها بدك تعطي انت اشي على السي دي 20 اللي هو بنعطي الريتوكسي ماب. اوكي ادينج وذا فاينل ثينج انه انا لازم احافظ على البليتلت زي ما هم حكينا، ممنوع يكونوا اقل من 10 في 10 × 3. وفي عندك كمان لازم احنا نعمل السي ار. سي ار شو يعني؟ سي ار اللي هو كونتينيوس ريميشن، يعني لازم انت ضلك تعمل فحوصات هاي البليت هاي اللوكيميا بانل عشان نتاكد من وجود البلاست قديش نسبتهم في الدم. لما انت تحكي مريض لازم يعني تعالج المريض، لازم بس تعالجه تكون اقل من 5% تمام. البلاست هاي موجوده حاليا عنده 49% حاليا هو عنده اياها. حلو فمثل الميديكيشن، تعالوا خلينا نروح على الحل. ميديكيشن حلو، انا في عندي شو؟ في عندي المريض مع الحل. طبعا هون ايش حسبنا؟ الكرياتين كليرنس وحسبنا البي سي اي نفس الاشي. المهم المريض هسه هون شو المريض عندك هون راح يجي لعندك تمام، راح نبلش معاه العلاج قديش؟ اول 14 يوم راح تعطي الرجمن الاولى تمام. شو راح نعطيه؟ راح نعطيه الرجمن الاولى اللي هي بتنعطى بسايكل اي
تمام، اللي بتكون بالعادة عبارة عن odd number. المهم راح نبلش احنا بريجيمن 1. هاي الريجيمن 1 فيها مجموعة من الكيموثيرابي، كل واحد فيهم راح ينعطى بدوز معينة، راح ينعطى بي اي في انفيوجن معين الى اخره. بعد ما يخلص المريض باليوم ال 15 بنحكي له مع السلامة، بروح بروع على الدار. تمام، طبعا خلال هاي الترويحة تمام نحكي له ياخذ سي ان اس بروفيلاكسس، ياخذ شو؟ ياخذ سي ان اس بروفيلاكسس. بعديها بس يخلص تمام، يعني على 21 يوم برجع لعنا على المستشفى، بنرجع مره ثانيه بنعد من اليوم الاول، بنعطي ريجيمن 2. من اليوم الاول لليوم الثالث، وعلى اليوم 21 بنحكي له ارجع روح مرة ثانية. وصلت الفكرة؟ تروح يجي لعندك، راح تبلش معاه بالرجمن الأولى، راح تعطيه المديكيشن. طبعا هو المستشفى كمان راح نعطيه مديكيشن ثاني، هسه راح نحكي عنها. وهاي المديكيشن أصلا اللي فيها خربطة بالكيس. راح يروح على الدار، راح نخليه يكمل على بروفيلاكسس، راح يرجع لعنا نبلش معاه بالرجمن 2. فخلينا نبلش هسا اول اشي كادهيرنس بالكيس، هم حاطين انه المريض بده ياخذ لورازيبام وياخذ بروكلوروبيرازون از بروكلوروبيرازون. طبعا هو عباره عن انتي ايميتيك لبروكلوروبيرازون، ياخذه از اي في وياخذه از اورال، بس ما فيش داعي يعني ياخذه از تو، فانه يا بياخذه اورال يا بياخذه اي في، انت اختار واحد من الاثنين. هسا انا حكيت انه الاورال اسهل، فانا وقفت الاي في، وقفنا لورازيبام لانه ما لهش داعي. تمام، يعني صار ألف أنت إيمتك عنده لويش هذا كله، فوقفنا. المهم هسا we start with regimen 1. regimen 1 أنت تروح تعطي سايكلوفوسفامايد 300 ميلي جرام، أضرب 300 في 2.2 اللي هو في السيرفس أريا، بطلع عندك 62 ميلي جرام. تمام، تعطي كمان الميسنس، الميسنة. هسا الميسنة هو عبارة كمان عن medications. هسا الأساسي اللي أنت بتعطي فيه الميسنة أو ليش we give it as antidote للسايكلوفوسفامايد. تمام، اذا as what as antidote للسايكلوفوسفامايد. بعديها بنروح بنعطي الفينكريستين 10 ملي جرام، هي هون الفينكريستين. تمام، هي هاي مين؟ هاي الهايبر هايبر سي في اي دي، اعطانا اول شيء سايكلوفوسفامايد. بعدها بنروح بنعطي الفي اللي هو الفينكريستين، بعدها بنعطي الاي اللي هو الادومايسين او الدوكسيروبوسين. طبعا الدوكسيروبوسين تنعطى على اليوم الرابع، بعدين بنعطيها الدكساميثازون 40 ملي جرام، بعديها بنعطي روتوكسيماب. زي ما حكينا روتوكسيماب هو عبارة عن ميديكيشن عشان مين؟ عشان السي دي. حلو، طيب هسا لما يروح او مش لما يروح، احنا بس يعني بروفيلاكسز عنا دوايين، عنا الميثوتريكزيت وعنا سيتارابين. تمام، هي تموجدي عندك. الميثوتريكزيت بنعطى على اليوم الثاني، سيتارابين بنعطى على اليوم الثامن. سي في بيم، طبعا سي في بيم هو عبارة عن شو؟ سي في بيم هو ميديكيشن انا بعطيه باليوم الرابع، لانه باليوم الرابع انا راح الاحظ على المريض ارتفاع بدرجه الحراره. هم حاكين لك، قالوا لك انه هو ارتفع درجه حرارته 100 فهرنهايت او 100 وشي حتى كهرات فهرنهايت، روح حولها للسلسلس راح تطلع معك 38.3. فبالنهايه حرارته مرتفعه، عشان هيك انا اضطريت اعطيه دواء السيفيبين. تمام، 2 جرام اي في لوبيرامايد. طبعا شوفوا هسا اللي بصير كالتالي، وانا مريضي ممكن يصير في عنده دياريا، ممكن ها. تمام، بسبب شو؟ من ورا دواء الميثوتريكزيت اللي انا اعطيته اياه، من ورا دواء الميثوتريكزيت الميثوتريكزيت. المهم هو راح يحصل معه دياريا، بس هاي الدياريا ما راح تكون كثيره، يعني المريض بيقدر يتحملها طبيعي. لكن اذا صار في عنده بيرزس دياريا وطورت عنده ومش قادرين، يعني خلص صار مشكله، ممكن يصير معه مثلا مشكله بالهايدريتد. حلو، فانا شو بعمل؟ بروح بعطي له برامايد، وهيك تنعطى دوز البرامايد بالعاده. اذا هاي البرامايد فقط في حاله صار في عنده بيرزست، واذا حابين تمسحوها من حل الشيء تمسحوها عادي، ما حتحاسب عليها، ما اتوقع يعني، بس انه ممكن تصير دياريا. الدواء اللي بعده روتوكسيماب، زي ما حكينا على اليوم السادس انا اعطيتها باليوم الاول اي في، هسه على اليوم السادس انا بعطيها 375 ملي جرام لكل ام. تمام، توداي اوكي. هسه بحكي لك انه الاسيتامينوفين 150 ملي جرام اورالي اعطيته اياها في اليوم السابع. تمام، اعطيته انا مين؟ انا اعطيته انا دواء الاسيتامينوفين، واعطيته كمان الداي فينيل هيدرامين. ليش؟ لانه انا باليوم السادس
رحت اعطته التكسيماب. هسا هذا الرتكسيماب حيوان شوي، لانه ممكن يروح يعمل لك مراش واشياء زي هيك، يعمل لك بين. فانت بتروح بتعطي الاستامينوفين بتاعت الدايفن هايدرامي باليوم السابع، تمام؟ هسا بضل نفس الاشي زي هيك المريض عندك لحتى اليوم رقم 15. على يوم 15 بتحكي له مع السلامة روح، بتروحوا على الدار، بس انه بتعطيه شوية ميديكيشن عشان ياخذهم، تمام؟ وبتحكي له ارجع لي لما تصير 21 او 22 اللي هو عشان نقدر نبلش بالسايكل اللي بعد. هسا لما يروح على الدار بتعطيه ادوية زي مين؟ الاندازرتان. احنا الاندازرتان احنا عارفين انه عبارة عن انتي ايميتك. بتعطيه اسلوفا، اسيلوفير، فلوكونازول، البروكلوروبيرازون. عندك الاسلوفير والفلوكونازول هذا عبارة عن واحد انتي فانجل وواحد انتي فايرل، تمام؟ انه ممكن يصير في عنده. انا ما اعرفهم. بنكمل هسا. خلصك المريض هسا نبلش بالمين. خلص يعني خلص الفترة اللي قلت له عليها ورجع لك على المستشفى. راح تعطيه مين؟ راح تعطيه الرجم الثاني. الرجم الثاني نحن نعطيه يوم اللي هو مين؟ بس في شغلة قبل ما اعمل كيموثيرابي، انا بدي اعطي الانتي ايموتيك زي ما احنا متعودين من قبل، اعطيها باليوم الاول بيكون كومبينيشن ما بين دكساميثازوم والاندازرتون، وبعديها على الايام اللي بعدها يعني احميه منه كرونيكلي كرونيك بصير اعطي الاندازرتون لحالها، الدكساميثازون لحالها، تمام؟ دنستارت ريجيمنتو. ريجيمنتو فيها ميثوتريكزيت وفيها ليكوفورين. بالعاده ليكوفورين هو بينعطى از انتيدوت للميثوتريكزيت، تمام؟ وستارا برايم وفينال ميثيل بريدونازولون. بس هيك خلص هو الرجم الثاني، تمام؟ هسه في شغله اللي هو الالبرينول. انا راجعه على التمرتين صح؟ المفروض لا مش حاجة اصلا فوق. المهم بينعطى الالبرينول زي ما حكينا عشان يقدر يمنع اليوريك اسيد، ولكن اذا انت اعطيته ورحت قست اليوريك اسيد لقيته كمان فوق 8 جرام حول على دواء ثاني اسمه راسبوري كيز، تمام؟ طبعا هذا المريض او خلاص خلينا نوقف هون شوي عشان نروح على اللاب ريزلت نحكي عنهم بسرعه. هسا اللاب ريزلت كله تقريبا طبيعي. شوفوا هسا الكي حكينا طبيعي يكون من 3.6 حكينا لقداش 5.5، بس بالمريض الكانسر بحب دايما يكون اقل من 4، فهو عندي اياها 4.1، فنعطيه ميديكيشن ولا لا؟ انا صراحه شايفه ما فيش داعي نعطيه ميديكيشن، يعني خلاص بكفي ما ياكلش اشياء فيها بوتاسيوم، يشرب مي، ياكل فواكه، جريب فود، اشياء زي هيك منيحه. اذا ناويين تعطوه ميديكيشن فهم ما بعرف انتوا ادرى. الكرياتين كليرنس 1.2، احنا حكينا انه لحتى يصير اعلى لازم يصير اعلى من 1.3، او هو يعني 1.3 عالي، بس مش عالي بس قرب، عشان هيك لازم نضل نعمل له مراقبه ومونيتور. الجلوكوز عنده 93، لازم نضل نحافظ له على الدايت تبعت شو اسمه الدايت يعني تاعت السكري. دبليو بي تيز عنده اياها 6.1 7.1، وهي كل اشي. البلاتت عنده اياهم 95/10 اس 3. البلاتت عنده منيحه 95. اتفق انا كاني قارئه ان البلاتت هي 7.1، فانا خاص من انه هيك معناته المريض مش بحاجه انا اعطيه ترانسفيوجن من البلاتلت. بكفي انه انا شو بكفي انه انا اقدر اراقب له اياها. اذا نزلت البلاتلت عن 10، اذا نزلت البلاتلت عن 10 بلش معاه ترانسفيوجن، تمام؟ فهاي شغلة كتير مهمة. أنا كنت قارئتها، كنت قارئة 7.1 هي البلاتلت، عشان هيك أول فيديو حكيت لازم نعطي ترانسفيوجن، خلاص انتبهوا عليها. الحديد عنده منيح، ترى الفيرتين عنده منيح، المفروض إنه يكون هو من قديش طلعتها قديش، المفروض إنه يكون عنده من 12 ل 300 نانو جرام، فهو عنده إياها 159 منيحة كويسة. الباقي البي 12 عنده اياه 311، المفروض الطبيعي يكون ما بين 200 ل 900، فتسكي معناته هذا مشاكل فيش انا عندي بالفرن او البي 12. مش فينا اشي ثاني. الهيموجلوبين 9.9 منيح، مش منيح بس انه يعني مش تحت 8. ف
فجرستات، هاي هي كل إشي عنا. موفقين يا رب، بس عنا تنتبهوا لفكرة البليتلت.